وإلى أخبار الاقتصاد الأمريكي، حيث أكدت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو أن بلادها تتطلع لأن تصبح معقلاً لإنتاج الرقائق الإلكترونية المتطورة في العالم، بما في ذلك تلك التي تعد أساسية للذكاء الاصطناعي. وقالت إن الاستثمارات الأمريكية في هذا القطاع ستجعلها على المسار الصحيح لإنتاج ما يقرب من 20% من الرقائق المتطورة في العالم بحلول نهاية العقد الحالي. واعتبرت ريموندو أن هذه الخطوة حاسمة لأن نسبة إنتاج هذه الرقائق حالياً صفر، وأشارت إلى أنه على الرغم من تقدم بلادها في مجال تصميم الرقائق وتطوير نماذج اللغات الكبيرة للذكاء الاصطناعي، إلا أنها لا تقوم بتصنيع الرقائق المتطورة اللازمة.